بكم. بحث معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية ومعالي السيد حميد عبيد أبو شبص رئيس ديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تعزيز العلاقات والتعاون المشترك وتبادل الخبرات وإمكانية التدريب المشترك للموظفين في مجال الرقابة والتدقيق لما فيه مصلحة البلدين. ونوه الجانبان بعمق العلاقات ومتانة الأواصر الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات بقيادة جلالة الملك المعظم وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. هذا وتطرق معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة خلال اللقاء إلى الخطط والبرامج التي ينفذها الديوان بشكل مستمر والتي من شأنها تطوير العمل ورفع كفاءته، مشيرا إلى التوسع في تقديم الخدمات الرقابية الحديثة. كما جرى خلال اللقاء بحث التطورات التي تشهدها مهنة التدقيق على المستوى الدولي وأهمية المعايير المهنية التي تصدرها المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة العامة والمحاسبة وضرورة تحديثها بما يتواكب مع المستجدات.